كما كيعرف اليوم واحد النهار كبير بالنسبة لجميع المغاربة وجميع الأفارقة، خاصة لأن هذا الحدث غادي يعرف فيه جوائز كبيرة وقيمة اللي إن شاء الله غادي تكون من نصيب تاع المغاربة، لأنهم كانوا مفوقين في جميع المجالات الرياضية لهذه السنة. وكما يعرف الجميع أن هنايا دابا في هذا المؤتمر غادي يكونوا جميع نجوم كرة القدم بالنسبة لإفريقيا، لا الإناث ولا الذكور ولا المدربين لا الفرق كصفة عامة. فنتمنى إن شاء الله يكون اليوم واحد اكتساح بالنسبة للمغاربة. بصراحة فاليوم أننا حنايا تجاوزنا شلة عراقيل، فأصبح المغرب اليوم رقم واحد في إفريقيا، ودابا حنا كنضاهيو حتى برا العالم عالميا، لأننا باش نضمو كأس العالم فماشي بالسهل. ولهذا المغرب هو السباق دائما في الإنجازات الكبيرة بالنسبة لإفريقيا. حنا فرحانين بعدا باش هذا الحدث يكون في المغرب، يكون في مدينة مراكش. هذا شرف كبير للمغاربة وللمكونات ديال الرياضة عندنا في المغرب، وجات غادي تكون إن شاء الله بحال شي من بعد دوك النتائج المهمة اللي درنا في هذه السنة، غادي تجي باش توج هاد المجهودات ديال المغرب، وغادي إلى كانت نتائج مزيانة غادي يفرحوا المغاربة وغادي يفرحوا العرب وغادي يفرحوا الأفارقة بحال كيفرحوهم على رقعة الميدان إن شاء الله. شكرا أستاذ على التوضيحات، نتمنى التوفيق والنجاح دائم. وحنا مغاربة دائما كنفرحوا بالراية الوطنية وبالاعتزاز والافتخار. هادشي اللي كاين، حنا تنفتخروا بكم، تتقربوا المعلومة والحدث للناس، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا أستاذ.